العافية شباب. الله يعافيك دكتور. الله يعافيك دكتور. طيب إن شاء الله اليوم ناخذ شو يعني انتربت، ناخذ كمان الستاك والكيو والأذر اوبريتنج سيستم زي الفيرتشواليزيشن والكلاود كومبيوتينج والإمبيدد سيستم والريال تايم سيستم. هلا لما حكينا انتربت، شو حكينا انتربت؟ شو عرفنا الانتربت شباب؟ شو عرفنا الانتربت؟ دكتور بيعطي للبروسيس تايم، اذا خلص الوقت بعمل انتربت. هاي احد الامثله. الانتربت حكينا حدث مهم، حدث بيستدعي انتباه السي بي يو بحيث يخبر الاوبريتنج سيستم ياخذ الاكشن المناسب. تمام. الانتربت بيتم على مستوى ايش؟ الهاردوير او سوفت وير؟ سوفت وير. ممتاز. الهاردوير اعطيني اكزامبل عليه. سي بي يو مثل ايش الانتربت على مستوى الهاردوير؟ البرينتر اوت اوف بيبر، صح؟ الاوفر فلو مثلا، لا عفوا هاي على مستوى السوفت وير. حركنا الماوس، عملنا اي شيء، هاي المودم بيعمل سند او ريسيف لداتا، هاي كلها ايش؟ على مستوى الهاردوير. طيب على مستوى السوفت وير ديفجن باي زيرو. ديفجن باي زيرو. اوكي كمان مثلا اوفر فلو، البروسيس اوفر فلو. شو يعني اوفر فلو؟ مثلا حط 4 بت للعمليه طلع بدها 5 بت، صح؟ النتيجه اند سو اون، سواء كان هاردوير او سوفت وير معناته في عندنا انتربت. الانتربت كيف بينفذ؟ هل نفس الاكشن مثلا لو عندنا انتربت كانت الانتربت البرينتر اوت اوف بيبر ولا ديفيجن باي زيرو، هل بينفذ نفس الاكشن، بيعمل نفس الاجراء؟ لا، كل مشكله باخذ محل الاجراء المناسب. طيب كيف باخذ الاجراء المناسب؟ ممتاز. كيف باخذ الاجراء المناسب؟ كل انتربت له انتربت سيرفيس روتين بيختلف عن الثاني. شو يعني انتربت سيرفيس روتين؟ هو كود محدد من نفذه حتى نحل المشكله. كل انتربت له انتربت سيرفيس روتين بيختلف عن الاخر. طب كيف بقدر انفذ هذا الانتربت سيرفيس روتين؟ من خلال شيء اسمه انتربت فيكتور. الانتربت فيكتور هو عباره عن اريه، شو بعت فيها؟ فيها كل انتربت له رقم محدد. اوكي، هذا شو بتحتوي الانتربت سيرفيس روتين؟ هاي الادرس اللي لازم ينفذ من خلال الكود. شو بينفذ لما نحكي الكود؟ الانتربت سيرفيس روتين المحدد. حد هون واضح شباب؟ فعندنا اي انتربت بصير لازم ننفذ له كود محدد اللي سميناه ايش؟ انتربت سيرفيس روتين. نعالج المشكله من وين؟ بنجيب الانتربت سيرفيس روتين من خلال شيء اسمه انتربت فيكتور. شو الانتربت فيكتور؟ بيحتوي للادرس لكل كود، لكل انتربت سيرفيس روتين، من وين نجيبه ونفذه. فالانتربت فيكتور شو بتحتوي يا شباب؟ الانتربت نمبر، رقم الانتربت، والانتربت سيرفيس روتين الادرس تبعه. من وين بده يروح يجيب الادرس لحتى ينفذ الانتربت سيرفيس روتين المحدد؟ يعني لنفترض انه البرينتر اوت اوف بيبر انتربت رقم 5، صار في البرينتر اوت اوف بيبر، كيف بحل المشكله؟ رقمه 5 بالانتربت فيكتور، اذا البرينتر فيها شو ورق، كيف بيعالج المشكله؟ يلا يا شباب كيف بحل المشكله؟ بده ينفذ ايش؟ الكود المحدد اللي سميناه ايش؟ انتربت سيرفيس روتين، صح؟ هلا بدي نفذ انتربت سيرفيس روتين للبرينتر اوت اوف بيبر، شو رقمه؟ 5. بيروح على وين؟ على الانتربت فيكتور. الانتربت نمبر 5 شو الادرس تبعه؟ وين موجود؟ مثلا موجود بموقع 1000، بيروح على موقع 1000 بنفذ الكود المحدد. لحد هون واضح شباب؟ واضح يا شباب؟ اسمع منكم يا شباب. دكتور ممكن تعيدها؟ بنعيدها. هلا حكينا كل انتربت بنعالجه بطريقه مختلفه عن الاخر، صح؟ يعني في عندنا انتربت كان برينتر اوت اوف بيبر، ماشي؟ هذا له طريقه حل علاج مختلف عن ديفيجن باي زيرو. لحد هون واضح؟ اه تمام. طيب هلا كيف بحل هاي المشكله؟ كيف بدي اخلص من الانتربت مثلا اوت اوف بيبر؟ من خلال تنفيذه لايش؟ لكود. هذا الكود شو سميناه؟ انتربت سيرفيس روتين. فاتفقنا انه الانتربت سيرفيس روتين هو سيجمنت اوف كود، جزء من الكود بحل كل مشكله. كل انتربت له انتربت سيرفيس روتين بيختلف عن الاخر. لحد هون تمام؟
تمام دكتور. طيب هلا كيف بدي نفذ هذا الانتربت سيرفيس روتين؟ في عنا شيء اسمه انتربت فيكتور. شو الانتربت فيكتور يا شباب؟ هي عبارة عن أري فيها كل أنواع الانتربت. كيف ميزهم؟ أعطى رقم لكل انتربت. يعني مثلا انتربت رقم 0 ديفيجن باي 0، انتربت رقم مثلا 1 شيء ثاني، 2 شيء انتربت معين، انتربت رقم 5 مثلا برينتر اوت اوف بيبر. واضح؟ هلا شاف مثلا انه ديفيجن باي 0 وين بيروح؟ بدي نفذ الكود حتى يحل المشكله. كيف بنفذ الكود؟ وين بيروح؟ على الانتربت فيكتور. بيقول لك شو رقمه مثلا هاي 0. ال0 انت شو بيحتوي الانتربت فيكتور؟ الادرس، العنوان اللي لازم ينفذ فيه الكود. بيروح بيجيب العنوان وبينفذ الكود اللي هو الانتربت سيرفيس روتين. وضحت؟ مشكور دكتور. لا لسه بنشوف المواد بتأمر. طيب فالانتربت حكينا شو معناته؟ ايفنت لازم يستدعي البروسيسر لسم اكشن على مستوى الهاردوير او السوفتوير. الانتربت حتى حكينا ايش؟ نوقف تنفيذ البرنامج بشكل عادي so that the CPU can respond to events، حتى CPU يقدر يتجاوب مع الحدث اللي صار او الاحداث اللي صارت عنده. الانتربت زي ما حكينا عندنا نوعين على مستوى الهاردوير، زي لما نحرك الماوس، البرينتر اوت اوف بيبر، الفيديو كارد، وانتس ميموري اكسس، مودم سيندينج اور ريسيفينج، يو اس بي سكانر، هاز داتا الى اخره. السوفت وير انتربت ممكن يتم على مستوى السوفت وير، مثلا بناء على execution in an instruction زي مثلا وانا بنفذ صار في قسمة على صفر، او user request انت لما تضغط control C هاي عملت interrupt، لما تضغط control V عملت interrupt، لما تضغط control L delete عملت interrupt. لحد هون واضح شباب؟ طيب بنسمي الانتربت اللي بتم على مستوى software شو كمان؟ exception او trap. exception يعني زي استثناء او trap المصير ده. تمام؟ فالانتربت المتم على مستوى السوفت وير بنسميه اما اكسبشن كمان او تراب. هلا الاكزامبل عليه زي ديفيجن باي زيرو، صح؟ زي الاوفر فلو، زي الليجل كود ديتكتد، او عمليه قراءه كتابه الى اخره. طيب شو اللي بصير عندنا؟ كيف كومن فانكشنز اوف انتربتس، كيف بتتم العمليه؟ حكينا الانتربت ترانسفير كنترول تو ذا انتربت سيرفيس روتين، يعني وين بيروح؟ ينفذ كود محدد. من وين بيجيب هذا الكود؟ من خلال الانتربت فيكتور. هلا الانتربت سيرفيس روتين زي ما عرفنا هي سيجمنتس اوف كود ذات ديتيرماين اكشن تو بي تيكن فور ايتش تايب اوف انتربت. كل انتربت له كود بنفذه مختلف عن الاخر. الانتربت فيكتور زي ما اتفقنا هو بيحتوي الادرس للسيرفيس روتين. يعني نعيد مره ثانيه، هاي عندنا كم انتربت من نظام لنفترض؟ 32. رقمهم من صفر، هاي الانتربت فيكتور هي عباره عن اري. شو بتحتوي هاي الاري؟ كل انتربت له رقم والادرس وين موجود اللي بيجيبه حتى ينفذه. تمام؟ هلا عندنا من 0 ل 31 عددهم 32، طبعا 3H ب 13. شو هاي الاتش المقصود فيها؟ الادرس بالهكساديسيمال. اوكي؟ هلا مثلا البرينتر اوت اوف بيبر حكينا رقم 12 مثلا، انتربت رقم 12. كيف بحل المشكله؟ بيروح اول شيء على انتربت رقم 12، شاف العنوان 63، موقع 63 شو بده ينفذ؟ الكود اللي هو ايش؟ انتربت سيرفيس روتين. بس يخلص من الكود بيرجع بيكمل عند النقطه اللي وقف عندها. لحد هون واضح؟ لحد هون واضح؟ طيب حكينا افترض انا بدي اطبع عندي الدوكيومنت 20 صفحه، طبعت اول 8 صفحات صار البرينتر اوت اوف بيبر. شو الاليه اللي راح تصير؟ اول شيء شو لازم يحتفظ قبل ما ننفذ الكود المحدد؟ البي سي ريجستر والريجسترز قيم. شو يعني بي سي ريجستر؟ البروجرام كاونتر. اخذناه شباب. شو يعني البروجرام كاونتر؟ لوكيشن اوف نيكست انستراكشن تو اكسكيوت، عنوان التعليم التالي اللي بنكمل عندها. هلا اول شيء قبل ما ننفذ الانتربت سيرفيس روتين من خلال انتربت فيكتور، هسه عم نشوفه بالفلو دايجرام، شو اول شيء بيعمل؟ بيحفظ قيمه البي سي ريجستر. تمام؟ مشان يعرف وين النقطه اللي راح يكمل عندها بس يخلص من الانتربت ويحل المشكله. وكمان في عنده قيم بخزنها بالريجسترز اللي هي جزء من السي بي يو. حكينا الريجستر زي عباره عن ايش؟ وحدات تخزين، جزء من السي بي يو. مثلا انت كاتب كود 1000 سطر، بسطر رقم 100 صار في ديفجن باي 0. تمام؟ هلا قبله مثلا كنا حاطين قيمه اكس 5، قيمه واي 7 مثلا، هذول وين مخزنات؟
بالريجسترز صح؟ واضح شباب؟ قيمة X وقيمة Y مسجلة بالريجسترز. هلا عرف انه الانتر ديفيجن باي زيرو صار البي سي شو حط القيمة وين لازم يرجع يكمل بس يخلص من الانتربت صح؟ بيخزن قيمة البي سي ريجستر والريجسترز بينفذ اللي حكينا عنه الانتربت سيرفيس روتين من خلال الانتربت فيكتور. لكل انتربت له انتربت سيرفيس روتين بيختلف عنه بعدين بيرجع بيكمل عند النقطة اللي وقف عندها. طيب هلا اثناء تنفيذه للانتربت سيرفيس روتين واثناء وضع قيمة البي سي ريجستر وكل هاي بتتم على اليوزر مود ولا الكيرنل مود؟ كيرنل دكتور. كيرنل مود بتتم على مستوى لما يرجع ويخلص من الانتربت وين بيرجعك؟ على اي مود؟ على اليوزر مود. تمام؟ هلا زي ما حكينا الانتربت اركيتكتشر must save the address of the interrupted instruction through PC. شو بنقصد بالبي سي يا شباب؟ شو البي سي اختصار لايش؟ بروجرام كاونتر. كاونتر. اوكي؟ البي سي اختصار للبروجرام كاونتر. تمام. هلا وبيحكي لك كمان اثناء ما يصير انتربت بيعمل ديسيبلد لكل الانتربت الثاني مشان ما يصيرش تداخل بيناتهم. هلا الاوبريتنج سيستم حكينا بيحفظ السي بي يو بخلال تخزين ستورينج شو ريجسترز حكينا مثلا حط اكس 1000 قيمتها بديش اذا صار انتربت تروح قيمه اكس وين بحفظها من خلال الريجسترز والبروجرام كاونتر اللي هو البي سي. طيب انتبه معي هلا بينفذ نشوف بس نتابع كيف راح تتم العملية. بلشنا ننفذ أثناء التنفيذ صار في input output interrupt شو راح يصير؟ يلا احكي لي شو المخطط راح يصير؟ راح يروح على الفيكتور عشان يعرف الرقم. أول شيء قبل الفيكتور صح؟ شو قبل الفيكتور أول شيء شو بدي يحفظ؟ البي سي ريجستر صح؟ صح والريجسترز والبي سي. يعني هلا مثلا احنا كاتبين كود مثلا 2000 سطر بسطر رقم 600 في مثلا سي ان اكس بالسي بلس بلس نكتب ادخل قيمه اكس. هلا لازم يعرفوا بعد ما ندخل اكس البي سي وين راح يحطه ب 601 صح؟ النكست انستراكشن. طيب هو لازم يعرف شو القيم اللي مخزنه عنده من خلال الريجسترز والبي سي وين النقطه اللي كمل عندها احتفظ بهذول. كمل الصبيه شو بعديها بيعمل؟ من خلال الرقم الفيكتور بيروح عشان السيرفيس الانتربت روتين سيرفيس عشان يعرف الكود. اوكي هلا مثلا عندنا رقم الانبوت اوتبوت انتربت مثلا 30 بيروح بالانتربت فيكتور. شو بيروح على الانتربت فيكتور بشوف انتربت رقم 30 وين الادرس تبعه مثلا موقعه 300 بيروح على موقع 300 شو بينفذ انتربت سيرفيس روتين هو كود خاص بالايش انتربت input output interrupt نفذ وخلص. شو بيرجع بعديها؟ بيرجع بيكمل عند النقطة اللي وقف عندها. كيف عرف يرجع للنقطة يكمل عند النقطة اللي وقف عندها؟ من خلال البي سي ريجستر. كيف كل محتويات البرنامج مش راح تروح والمعلومات اللي فيه مخزنهم وين؟ بالريجسترز. هاي اللي راح يصير. هلا هون بتنفذ صار في interrupt شو بصير؟ هاي بحكي لك صار في interrupt requires input output or service بيعمل انتربت بينفذ الانتربت سيرفيس روتين المحدد. كيف بينفذه؟ من خلال الانتربت فيكتور بيرجع للمين بروجرام. هاي الجنرال فلو. صار في انتربت كل معلومات البروجرام بنعملها ستيت بنسيفها من سيف الريتين ادرس للكرنت بروجرام من خلال البي سي ريجستر تمام عشان يكمل عند النقطه اللي بعدها. بينفذ الانتربت سيرفيس روتين من وين بينفذ الانتربت سيرفيس روتين؟ من خلال الانتربت فيكتور. شو بيستخدم الانتربت نمبر to determine which interrupt service routine هاي ISR مش IRS بس بالخطأ هون تنو ينفذه الانتربت فيكتور زي ما حكينا بيحتوي الادرسز للانتربت سيرفيس روتين الISR بينفذ الانستركشن زي ما حكينا هو كود معناته مجموعة من الانستركشن بالسيرفيس روتين نفذهم بعدين بيعمل ايش interrupt return when interrupt done شو المقصود فيها when interrupt done لما خلص يرجع شو يعني نفذ شو يعني مثلا دخل الانبوت اليوزر يعني شو عملنا نفذ الانتربت سيرفيس روتين المحدد صح واضح خلصنا دخلنا ونفذنا الانتربت سيرفيس روتين المحدد وخلصنا من المشكله شو بصير البروجرام بيرجع بيحمل حالته والبرنامج وبيكمل عند النقطه اللي وقف عندها واضح يا شباب طيب
هلا بنشوف بالكيرنل داتا ستراكشرز في نوعين، راح نشوف شيء اسمه ستاك وشيء اسمه كيو. هلا لما نحكي ستاك مبدا عملها لاست ان فيرست اوت ليفو، اختصار لاست ان فيرست اوت. لما نحكي كيو لا مبدا عملها فيفو، فيرست ان فيرست اوت. هلا عندنا مجموعه من الاوبريشن بدنا نضيف بيانات. الستاك مبدا عمله زي عندك مجموعه من الصحون، دائما بدك تضيف صحن، وين بتضيفه؟ بالبدايه ولا بالنهايه؟ بالتوب ولا بالنهايه؟ بالبدايه صح. هلا عندي مثلا صحنين، بضيف الصحن الثالث بضيفه على التوب، بضيف صحن رابع وين بضيفه؟ على التوب، بضيف صحن خامس بضيفه على التوب اند سون. هاي الستاك. طيب لو بدي اشيل صحن مثلا حطيناهم نرتبهم للجلي، شو بشيل؟ التوب، يعني اللي ضفته بالاخير بنفذه بالاول صح. صح. هاي مشان هيك مبدا عمل الستاك ايش؟ لاست ان فيرست اوت، اللي دخل بالاخير بتنفذ بالاول. تمام. هلا شلنا الخامس الى اخره، هاي عمليه الاضافه والحذف منها وين بتتم؟ بالبدايه، على البدايه دائما على التوب صح. طيب هاي مبدا الستاك، مبدا الستاك انه دائما الانسيرت والديليت وين بتتم؟ على التوب بالبدايه. طيب الكيو، الكيو مثال يا شباب زي الدور اللي منطبقه بحياتنا اليومية. انت لما توقف عند كاشير، اجا واحد زبون جديد وين بوقف؟ بالبداية ولا بالنهاية؟ نهاية. بالنهاية. اجا زبون بعد وين بيوقف؟ بالنهاية. هلا الكاشير بدي حاسب مين بيحاسب؟ اول واحد. اول واحد. معناته دائما عملية الانسيرت الاضافة بالكيو وين بتكون؟ على الرير بالنهاية. بينما عملية الديليت الحذف اللي بدي تنفذه وين دائما؟ أول. للتوب من البداية. هلأ شو الفرق بين الستاك والكيو؟ عملية الحذف بتفرق؟ لا. الاثنين بيحذف من وين؟ من البداية. شو اللي بتفرق عملية ايش؟ إضافة. إضافة. الإضافة بالستاك وين منضيف؟ أول. على التوب. بينما بالكيو وين منضيف؟ على النهاية. النهاية. طيب هلأ الأوبريشن المستخدمة للستاك والكيو لعملية الانسيرت بنسميها بوش، لعمليه الديليت بنسميها ايش؟ واضح شباب؟ للانسيرت شو بنستخدم؟ بوش. وللحذف شو بنستخدم؟ بوب. انتبه معي هون، هاي اللي حكينا عنهم الستاك والكيو، هذول بيستخدموهم بكثير امور. راح نشوف مثلا زي الكيو طبقناها بالسي بي يو سكادجولينج، راح نشوف قدام. طيب هلا الكيو حكينا هو ويتنج لاين، زي خط انتظار صح، زي دور بنستخدمه بحياتنا اليوميه. وين دائما بضيف؟ هي على النهاية. من الاوت وين دائما باخذ؟ من البداية. تمام. هاي طبعا هي على شكل لينكد ليست، راح تاخذها بالديتا ستراكشر. هاي الفرونت بوينتر وهاي الرير الى اخره، كيف هاي ايه ضفت على كيو ضفت وراه الى اخره. طيب بينما الكيو شو حكي؟ عفوا الستاك هي زي مبدا عمل للصحون، هي سيكونس اوف ايتم ذات ار اكسسبل ات اونلي وان انت، بستخدمش الرير، انا كله دائما وين؟ عالتوب. تمام. هاي مجموعه من تضيف صحن جديد وين بضيفه؟ مش راح اشيل كل الصحون واحطه من تحت، بضيفه فوين؟ عالتوب فوق. بدي اخذ اول صحن احمل احذف اي ايتم او اشيل اي صحن، بشيل دائما من وين؟ من التوب. هاي العمليات لان البوش بالستاك وين دائما بنضيف يا شباب؟ عالتوب. تمام. والبوب من وين دائما بنشيل؟ من التوب. هاي الستاك، هاي على الستاك. التوب اللي هو اخر ايتم ضفنا عليه، مشان حكينا البوب بشيل دائما الايتم اللي ضفناه بالاخير. شو بنسمي الستاك؟ لاست ان فيرست اوت مبدا عملها صح، بالترتيب اوردرنج كيف بنفذ لاست ان فيرست اوت. يعني دخلت اخر صحن هذا الصحن صح، لو بدي اخذ اول صحن مين باخذ؟ اللي دخلته بالاخير. واخر واحد بنفذه مين؟ اللي دخلته بالاول. مبدا عمل الستاك لاست ان فيرست اوت. واي بينما مبدا عمل الكيو شو شباب حكينا؟ شو مبدا عمل الكيو؟ فيرست ان فيرست اوت. فيرست ان فيرست اوت. طيب هل البوش بالكيو البوش وين بيكون؟ لوين منضيفه؟ بالكيو. تو ذا اند.
البوب من وين دائما منشيل؟ البداية. من البداية. طب انتبه معاي على هاي العملية هسه عم نشوف. طبعا مش راح نحط بوش بوب سي هسه عم نشوف ليش. هاي الستاك. اول اشي دخل الاليمنت ايه. هاي الايه. تمام؟ بعدين حكى لك بوش بي وين بتحطه؟ بالتوب. بالتوب هاي بي. بوش سي وين حطيناه كمان؟ توب. بالتوب. عملنا بوب. حذف شو بحذف؟ شو اخر اليمنت دخلته؟ السي. بالتوب. شو صفت؟ اي بي. صح؟ عمل بوب مرة ثانية شو بشيل؟ التوب البي. عمل بوش مرة ثانية شو بشيل؟ شو بضيف عفوا؟ الدي فوق التوب. طب حل لي اياها على كيو. يلا بوش اي البوش بي راح يكون تحت ال معناته اي بالتوب وبي بالاسفل منها. السي بوش سي بتصير اي توب بي سي. عملنا بوب شو بنشيل؟ ايه اللي دخل بالاول بتنفذ بالاول. واضح؟ هاي العكس بيناتهم. طيب هلا شو صفى عندي؟ بي سي. صح؟ عملنا بوب مره ثانيه شو بشيل؟ بي. البي شو صفى عندي؟ سي. سي. عملنا بوش دي شو بصير عندي؟ سي دي. سي بالتوب ودي بالنهايه. صح؟ طيب الحل كمان مثال. ثواني بس. طيب افترض عنا هاي العمليات بوش اي بوش بي بوش سي بوش دي. طبعا بوب فيش داعي لانه احنا عارفين دائما منشيل من وين؟ من التوب. صح؟ طيب يلا على الستاك كيف راح يكون شكلها؟ واضحه عندكم شباب؟ سامعيننا شباب؟ واضح دكتور. طيب. يلا هاي ضفنا الـ A. صح؟ A. طيب. بعدها الـ B فوق. من بضيفة؟ على التوب. على التوب. معناته هون حطينا إيش؟ الـ B. مرة ثانية في Operation Bush. وين بضيفة؟ فوق؟ الـ B. B. هاي C. Bush مرة ثانية D وين راح تكون؟ فوق C. ممتاز. هلا بوب شو بشيل؟ دي. دي هاي شلنا الدي. بوب مرة ثانية شو بشيل؟ سي. سي. صح؟ التوب دائما شلنا الدي صفر التوب اي سي. بوش اي شو بضيف؟ اي فوق الاي. فوق الاي. بوش اف وين بضيف الاف؟ فوق الاي. فوق الاي. فوق الاي. عملنا بوب شو بشيل؟ اف. اف. عملنا بوش اتش وين بضيفها؟ اتش. فوق الاي. اتش. فوق الاي. اوكي؟ هاي بالستاك. بالكيو بوش اي هاي اي. بوش بي وين بنضيفها؟ تحت. تحت هاي بي. بوش سي تحت البي. تحت البي. بوش دي تحت السي. طيب عملنا بوب شو بشيل؟ الاي. بوب مره ثانيه شو بشيل؟ البي. صح؟ بي. طيب هاي عملنا بوب بوش اي تحت الجي. هلا بوش اي وين تضيفها؟ تحت الجي. تحت الجي. بعديها شو عندنا؟ بوش اف. بوش اف تحت الجي. طيب عملنا بوب شو بشيل؟ سي. سي. تمام. عملنا بوش مره ثانيه اتش شو بنضيفها؟ تحت الاف. تحت الاف. واضح شباب؟ لاحظ الجوابين طلعوا مختلفات كليا، كل واحده مستخدمه بمكان مكان، اوكي؟ طيب هلا نشوف other operating system. تسمع مصطلح الفيرتشواليزيشن، صح؟ تسمع بالكلاود كومبيوتينج. شو الفيرتشواليزيشن وشو الكلاود كومبيوتينج؟ الفيرتشواليزيشن زي كانك تشغل الاوبريتنج سيستم ثاني على نفس نفس السيستم اللي انت عامله على نفس الجهاز. ممتاز. الفيرتشواليزيشن اني اسمح لون كمبيوتر يعمل هوست لاكثر من اوبريتنج سيستم واكثر من ابلكيشن مختلف. يعني على نفس الكمبيوتر يكون مثلا عندي مثلا ويندوز ولينكس مثلا، اني اعمل اكثر من
no one computer to do job of multiple computers and host multiple operating system. مش شرط يكون نفس النوع. طيب هل انا ضفت هارد صار عندي two operating system زي ما حكينا الoperating system واي بروسيس بدها ايش resources resources مثل السي بي يو الهارد ديسك المين ميموري النتورك انترفيس كارد كل هاي الامور الى اخره. هل بضيف هاردوير؟ لا نرسم بقسمهم بين الاثنين اذا عندي two operating system طبعا بتتم من خلال layer للvirtual. طيب احنا صرنا بهاي الحالة ننتقل من مستوى الهاردوير للسوفتوير صح؟ True or false؟ شو رأيك؟ دكتور بسألت عيد آخر إشي لما تفصل عندي. أوكي لما ظل عندي نفس الهاردوير وصار عندي مثلا عندي أكثر من operating system وقسمت الresources between الاثنين صح؟ أنا هلأ صرت أنتقل من مستوى الهاردوير للسوفتوير صح ولا لا؟ بالvirtualization مزبوط. ف طيب هلا شو الفرق بين التراديشنال ابلكيشن سيرفر والفيرتشوال؟ شو بتتوقع؟ شو بتتوقع؟ يلا شباب شو بتتوقع الفرق بيناتهم؟ شو بتتوقع الفرق بين التراديشنال ابلكيشن سيرفر والفيرتشوال سيرفر؟ طيب التراديشنال سيرفر شوف معي واضح الرسمه عندك شباب؟ واضح. هاي الابلكيشن هاي الاوبريتنج سيستم اللي حكينا عنه زي ما بنعرف السيرفر هو عباره عن كمبيوتر بس مقسمينه مواصفاته خاصه اعلى من الكمبيوترات العاديه اللي اخذناها. هاي الهاردوير هون الفيرتشوال سيرفر شو صار في عندنا نحتوي اكثر من ابلكيشن أكثر من operating system. هل ضفت إشي بالهاردوير؟ لا نفسهم الهاردوير قسمتهم على أكثر من جهاز وهون الفيرتشوال ماشين للاير إلى آخره. فالفيرتشواليزيشن شباب إن نسمح الoperating system لا أكثر من operating system run application with other operating system. الفيرتشواليزيشن شو يعني one computer زي ما حكى زميلكو to do the job of multiple computers كمبيوتر واحد بيؤدي المهمة لأكثر من كمبيوتر. الـ Virtual Environment شو بتعمل؟ بتخلي الـ Virtual هاي Environment البيئة الافتراضية بتعمل لك One Computer Host Multiple Operating System at the same time. صرنا ننتقل من مستوى الهاردوير للسوفتوير. هل احنا ضفنا هاردوير زي الـ CPU والرام؟ لا بس صرنا نعمل Virtual قسمناه تمام؟ واضح شباب؟ واضح يا شباب؟ طيب شو الكلاود؟ شو الكلاود؟ تسمع بالكلاود كومبيوتينج صح؟ كلكو إلكو ملفات على الكلاود اللي معه تليفون زي قبل إلى آخر أي نوع إله صوره ملفاته على الكلاود صح؟ شو الكلاود؟ لسه منها حوسة بسحابية لأنه ممتد كثير يعني بتوسع إلى آخر زي السحاب. شو يعني كلاود شباب كومبيوتينج؟ شو الكلاود؟ مكان انه بتقدر تخزن فيه مثلا ملفاتك او الاشياء اللي بدك اياها بس انه عن طريق الانترنت. ممتاز. وانه مساحته كبيرة كثير. ممتاز. الكلاود زي ما حكت زميلة كسرنا من خلال الانترنت يعني شو استخدم مبدأ الرئيسي الفيرتشواليزيشن. الفيرتشواليزيشن بس تمت من خلال ايش الشبكة. انت هل لامس المساحة التخزينية تبعتك زي الهارد ديسك زي يو اس بي؟ لا. لا. هو استخدم مبدأ الفيرتشواليزيشن مع نفسه صار في عندنا مثلا زي راح نشوف الامازون مثلا اي سي 2 كيف مبدا عمله نفس الفيرتشواليزيشن بس على عدد اكبر وكان كل واحد انت عندك التراديشنال اوبريتنج سيستم على جهازك الى اخره كل هاي الامور صح بس صرنا على الكلاود. بالعاده الكلاود هلا احنا مثلا بالجامعه ماخذين نخزن محاضراتنا على الكلاود بتتم الدفع بناء على الاستخدام صح قد ما بتاخذ مساحه قد ما بتدفع صح. مثلا انت مثلا بالايفون اذا بدك تزيد المساحه التخزينيه على الكلاود شو لازم تدفع صح. فهي صارت فكرته انه زي ما حكت زميلك صارت من خلال النت. هلا الكلاود كومبيوتينج هو بيحكي لك لوجيكال اكستنشن اوف فيرتشواليزيشن هو الامتداد المنطقي للفيرتشواليزيشن لان استخدمت اساس عملها ايش
الفيرتشواليزيشن، بس صار انه يزودك بالكمبيوتينج والستورج، سواء كانت عمليات كمبيوتينج ولا ستورج ولا ابليكيشن من خلال زي ما حكى زميلكم نتورك. المثال عليه الامازون بيحكي لك عنده الاف السيرفرز، مليون اوف فيرتشوال ماشينز، بيتا بايت يعني اوف ستورج، يعني مساحه تخزينيه واسعه كثير افيلبل من خلال النت بيست اون يوزج، حسب الاستخدام بتدفع. فالكلاود كومبيوتينج هو شو ظل يحتوي؟ الفيرتشواليزيشن، وفي عندنا اوبريتنج سيستم على الاجهزه، لانه الفيرتشواليزيشن سمح انه يعمل هوست لاكثر من اوبريتنج سيستم على نفس الجهاز، صح؟ بالاضافه له ايش؟ فيرتشوال ماشينز بلس كلاود مانجمنت تول. هي واضح شباب؟ دكتور ممكن سؤال؟ تفضل. دكتور هسه اذا الواحد بده يعمل سيرفر داخل الاردن لازم ياخذ تصريح من وزاره الاتصالات؟ لا، سيرفر عندك مثلا اذا بدك تشبكه على النت، هاي شيء ثاني. هلا مثلا سيرفرات الجامعه بنضيف سيرفرات عادي مباشره، بس احنا اوريدي مشتركين بالنت وعارفين الاي بي وكل هاي الامور. اوكي تمام. طيب نكمل. هاي وضحت شو الفرق بين الفيرتشواليزيشن والكلاود كومبيوتينج. تسمع بالامبيدد سيستم والريال تايم سيستم. شو الامبيدد سيستم؟ من اسمها انظمه مضمنه. شو يعني انظمه متضمنه او مضمنه بالعربي؟ شو يعني الانظمه المضمنه؟ يعني نظام بيكون فيه شغلات مش مع شيء يعني ثاني. اعطيني مثال عليه الامبيدد سيستم. هلا بالمايكروويف، بالواشر، بالدش واشر، بالدراير، الغسال، عفوا الغسالة، النشافة، الجلاية الصحون، المايكروويف. هون شو فيها؟ كمبيوتر بشغل، يعني نظام بشغل ماشين أكبر منه. هل بيستدعي تدخل الإنسان؟ لا، صح؟ بس أنت مثلا بتعمل العملية بتكبس اللي بدك إياها، هل أنت بتتدخل شو بصير داخليا؟ لا، صح؟ اللي بالسيارات الحديثة مثلا، معظم السيارات الحالية في مثلا للموتور بيقيس، في طبعا سنسورز الى اخره، كل هاي الامور بتعرفها. هلا لو زادت درجه حراره الموتور انت بتعرف ولا النظام مباشره بيعطيك؟ النظام يحكي لك. النظام صار مثلا عندك بالعجال اذا التاير بريشر لو، زي ضغط العجل، الهواء بالعجل قل، مباشره بدل ما يتدخل الانسان ويروح يفحص شو صار مثلا، يعطيك على الشاشه، صح؟ فهون شو صار؟ يشغل وحده اكبر منه. نظام الهدف منه يشغل وحدة أكبر منه زي السيارة زي إلى آخره، تمام؟ هاي الهدف إنه ما بدون تدخل الإنسان. طبعا طبعا هاي مواصفات الأوبريتنج سيستم راح تختلف عن مواصفات الأوبريتنج سيستم اللي عندك، صح؟ هاي بالعادة بتكون الأنظمة موجهة نحو جنرال بيربوس ولا سبيشال بيربوس؟ سبيشال بيربوس. سبيشال نحو هدف سبيسيفيك تاسك، تاسك محددة، صح؟ فالإمبيدد سيستم اللي موجوده هي بتشتغل على شو نوع النظام؟ ريال تايم سيستم. شو يعني ريال تايم سيستم؟ وشو معيار نجاح ومعيار فشل؟ شو يعني ريال تايم سيستم؟ هلا عندك مصنع، في عندك جهاز اذا ارتفعت درجه الحراره مثلا على 40 مباشره يعطيك الارم تحذير، او بده يبلش في حريق صار في دخان مباشره داخله يعطيك الارم. هاي النظام نسميه ريال تايم سيستم، يعني واقع حقيقي. معيار النجاح والفشل فيه انه ايش؟ هاي الانظمه زي اجهزه تخطيط القلب، زي الامور الطبيه اللي بيقيسوا لك اياها. هاي شو المعيار النجاح والفشل فيها؟ اهم عامل دقه. ممتاز. شو يعني الدقه؟ انه يعطيك النتيجه بوقت محدد بدون تاخير، صح؟ هاي اهم كونسترينت، اهم يعني شو كونسترينت بالعربي، يعني محددات، اهم محدد لك انه ينتهي النتيجه بوقت محدد بدون تاخير، صح؟ لو علق النظام مثلا وعندك مثلا مصنع وارتفعت الحراره ممكن يحترق كل المصنع بثواني. المريض مثلا على اجهزه القلب الى اخره، لو علق مع القراءات خطا الى اخره ممكن يموت لا سمح الله المريض، صح؟ فمعيار الدقه والنجاح فيه انه يعطي النتائج بالوقت المحدد بدون تاخير. هاي اهم كونستريت عندنا. ليش؟ لانه طبيعه البيانات اللي بتعامل معها سنسيتيف، حساسه، مش بيانات عاديه. وهي البيانات بالعاده بتكون ايش؟ كونتينوس داتا، طبيعه البيانات متواصله مش ديسكريت، يعني زي اللي بنطبقها عندنا بنتحول كل شيء لزيرو 1.
تأخذ يعني لما نحكي continuous معلوماتها من وين؟ من البيئة الخارجية، صح؟ زي مثلا اللي بيقيس لك ضغط الحرارة، ضغط الجوي، كل هاي الأمور من وين بيجيب بياناتها؟ من البيئة الخارجية. بس بعد إذنكم ثواني شباب. اسف شباب. طيب فالإمبيدد زي ما حكينا يا شباب انه هو دمج بين الهاردوير والسوفتوير مع بعض حتى نشكل ماشين اكبر. مثلا زي المايكرو بروسيسور اللي بتحكم لك بموتور السياره، هي حكينا الإمبيدد تصممت انه ايش؟ تتنفذ بدون ما تدخل الانسان، ولازم بالعاده بحكي لك لازم يكون الاستجابه بالريال تايم. شو الريال تايم حكينا عنه؟ سمعينا شباب؟ أوكي. الريال تايم حكينا has well defined fixed time constraints. العامل الصح اللي عنده إيش؟ time constraint، يعني المحدد عنده time، معناته the processing must be done within constraint، لازم وقت محدد تأدي المهمة تبعتها. والcorrect operation متى بتكون عملية صح؟ إذا العامل الوقت نفذ بوقت المحدد، يعني أعطاني نتيجة حرارة إنه مصنع ارتفعت الحرارة أو صار في حريق مثلاً دخن بعد 5 دقائق، هل هذه نعتبر العملية نجحت؟ طبعاً لا. ليش؟ لأنه الهدف إنه تعطي بوقت محدد، لأنه طبيعة البيانات اللي بتتعامل معها إيش حكينا؟ سنسيتيف حساسة، تمام؟ فعامل النجاح أو إلى آخره هو عامل الوقت، لأنه المريض ممكن بدقيقة تنقذ حياته أو يموت يا صباح الله، صح يا شباب؟ هلأ بعطيك مثال. معظم السيارات بالإنجين كنترول يونت صارت فيها كل الأمور والسنسورز إلى آخره. طيب هلأ بالريال تايم سيستم بس نحكي لك في نوعين، في نوع اسمه هارد وفي نوع اسمه سوفت، مش حط لك يا بالكتاب. شو الفرق بيناتهم؟ إذا كان موجه نظامك نحو سبيسيفيك تاسك، وان سبيسيفيك تاسك، نعتبره هارد ولا ريال ولا سوفت؟ ريال تايم سيستم. يلا يا شباب، إذا كان موجه نحو هدف واحد مهمة واحدة مسميه هارد ريال تايم سيستم. طيب هلأ ليش بالهارد ريال تايم سيستم بحكي لك؟ فيش داعي للسكندري ستورج زي الهارد ديسك، بس على المين ميموري، على الرام شغال. ليش؟ طول لأنه بتعامل مع ريال تايم، يعني فيش داعي يخزن فيش داعي قديمة. احنا حكينا مع كم مهمة بيشتغل؟ واحدة. إذا المهم الواحدة هو بس نحو مهم واحدة محدد، فمعناته في إشي مهم الثاني بده يجلبها يعملها يحطها بالمين ميموري يبدل بيناتهم بالمين ميموري. لا، مهمة واحدة مشان أضمن ما فيش أي تأخير، صح؟ بحط إيش؟ مهمة واحدة. وين موجودة دائما؟ بالمين ميموري، بتروح على السي بي يو مباشرة، فيش أي تأخير، لأنه حكينا معيار النجاح والفشل عندنا أنه لازم الوقت يؤدي المهمة بوقت محدد بدون أي تأخير، مباشرة تظهر النتائج. عرفنا الهارد ريال تايم سيستم. افرض أنه عندي نظام ثاني اللي سميناه سوفت ريال تايم سيستم، في عندي أكثر من تاسك، بس في تاسك إلها أولوية أعلى من الثانيات، هذا اللي نسميه إيش؟ سوفت ريال تايم سيستم. إذا مثلاً عندي بيأدي أكثر من في مهمة إلها على أولوية، إذا وصلت هاي المهمة مباشرة بوقف كل اللي بيشتغل فيه، بروح بيشتغل بس بهاي الأولوية بهاي التاسك، هاي المهمة حتى يخلصها. وضحت شباب؟ ليش سموها سوفت؟ واضح يا شباب؟ دكتور بالنسبة للهارد تفضل. هو ما فيه هارد ديسك؟ حكينا الهارد ريال تايم سيستم اذا كان نحو مهمه واحده بديش هارد ديسك، بيكون موجه بس نحو هدف وحدد، زي اللي مثلا بالمصنع اذا ارتفعت الحراره او صار حريق الى اخره. واضح؟ طب دكتور الاوبريتنج سيستم وين بتلاقيه مخزن؟
هلا هو الاوبريتنج سيستم راح يكون عندنا زي ما تفضل زميلكم امبيدد ريال تايم سيستم مخزن، بس شو بالمين ميموري دائما في هارد ديسك، يعني بس فيش داعي قصدي انقل المهام الهارد ديسك للسكند للمين ميموري. وين دائما بالمين ميموري؟ في مهمه واحده فيش غيرها، واضح؟ تقدر حجم الاوبريتنج سيستم راح يكون كم يعني تقريبا؟ راح يكون قليل لانه مهمه واحده انت بتأدي بس. اوكي تمام، المهمه واحده، واضح؟ تمام، مشكور دكتور حبيبي. هلا ظل عندنا نشوف الاوبن سورس والكلوز سورس، بدنا دقيقة. لما نحكي اوبن سورس وكلوز سورس شو الفرق بيناتهم؟ اوبن سورس بقدر اعدل عليه، تقدر تعدل وتضيف عليه، مثال عليه مثلا اندرويد. الكلوز سورس بتقدرش تضيف ولا تعدل عليه، الامثل عليه ايش؟ الاي او اس مثلا، الاوبريتنج سيستم، صح؟ شو حسنات وشو سيئات كل واحد؟ الحسنات بالأوبن إنه التطوير بيكون سريع، ممتاز. والحسنات والسيكوريتي للكلوز، صح؟ أعلى. هلا ظل علي بس بدي تعرف بهذا الشابتر إنه حكينا السمارت فون هو عبارة عن كمبيوتر، صح؟ تليفونك عبارة عن كمبيوتر. حكينا الفور كومبونات موجودات، طريقة عمله إنبوت بروسيسينج، صح؟ وأوتبوت، وفي ميموري، وحكينا الكومبوننت الأربعة عندنا يوزر، وعندنا هاردوير، وعندنا سوفتوير، وعندنا أوبريتنج سيستم. معناته عندنا الأوبريتنج سيستم حتى للسمارت فونز، صح؟ مثلا شو الأوبريتنج سيستم المشهورات عندنا للسمارت فونز؟ هذا اللي بدي تعرف لي اياه. شو عندنا أوبريتنج سيستم للتليفون؟ أندرويد أو أس لأبل، صح؟ أندرويد مثلا زي سامسونج. وشو كمان عندنا؟ هارموني أو أس ويندوز. الويندوز مثلا لوين استخدموه؟ نوكيا، ما انتشرش كثير. طبعا اشهر نظامين عندنا الاندرويد والاي او اس للاوبريتنج سيستم للسمارت فون. هذا اللي بدنا اياه من الاكسترا ماتيريال. شباب اي استفسار؟ دكتور المد هيكون كم شابتر؟ المد ان شاء الله بتسعة ثمانية زي ما شفتوا على الموقع، راح نحدد لكم اياه. راح يكون الشابتر الاول والثاني والثالث والاكسترا ماتيريال. تمام دكتور، 25 علامة علمية ان شاء الله. بس نخلص هاليومين بنحط لكم وظيفة، بعديها من بس نخلص الشابتر الثالث بناخذ كويز كمان. دكتور كيف توزيع العلامات؟ حكينا شباب اذا ذاكرين باول الفصل